مرحبا، جولة بداية الأسبوع من لوغين صارت جاهزة بتوقيت تلفزيون سما، وأخباري المنوعة يلي تصدرت السوشيال ميديا بأيام الويكند كمان صاروا جاهزين لحتى ننطلق فورا بالعناوين. والبداية من لبنان وفيديو صادم لشجار بين أمهات بفعالية بمدرسة، وأب أردني أثار إعجاب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه مع بنته. أما جوجل فعم توعد المستخدمين بميزات جديدة عم تعتمد فيها على الذكاء الاصطناعي. ما حطول عليكم أكثر، أول خبر وأول لوجين على فيسبوك. بواقعة غريبة شهدت إحدى المدارس بلبنان معركة غير عادية بين أمهات داخل المدرسة، مع ضربات متتالية من غالبيتهم سواء بالبوكسات أو شد الشعر وحتى شد الحجاب. وانتشر مقطع فيديونا لنصيبه من التفاعل لعدد من الأمهات حاملين أطفالهم البيبيات، وحرفياً عم يتصارعوا بموقف غريب. تحولت ساحة المدرسة لحلبة مصارعة وما حدا قدر يوقف. هي كومنتس كتيرة عم تتساءل عن سبب هي المعركة الكبيرة وشو اللي وصلهم لهون، يلي بين كل ثانية وأخرى كانت هي المعركة أو الخناقة عم تتصاعد أكثر وعم تحتد بشكل كبير. ولكن لحد هذا ألف طريقة للحل، وخصوصا بوقت وجود بيبيات بهدول الأعمار الصغيرة، وغالبا وحسب رأي الكتار الوعي بيناتهم للأسف ما له موجود ليوصلوا لهي الدرجة من عدم المسؤولية وعدم الاحترام على القليلة قدام أطفالهم. مشاهد صادمة للأمانة، وكتار قالوا أنه مشاهد مضحكة مبكية بنفس التوقيت، والله يعين هدول الأولاد قدي بيكون صار فيهم أذى، إذا مو جسدي فالأكيد نفسي. ثاني أخبار جولتي اليومية وثاني لوجين على إنستغرام. ومن عند هالأمهات يلي ما فكروا بولادهم، حننتقل لعند الأب الأردني يلي كان كل همه بنته وبس. فتصدر مقطع فيديو بيوثق ردة فعل الأب الأردني لما شاف بنته وحيدة من دون معاون أو زميل لإلها خلال حفل مدرسي. هذا الفيديو اللي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله على نطاق واسع، وعم بنشوف حاليا ردة فعل الأب مع مئات من التعليقات يلي أشادت بتصرفه مع هالموقف. وبحسب ناشر الفيديو فهي الطفلة اسمها أرياف لقت حالة وحيدة من دون الشريك يساعدها بتنفيذ الرقصة يلي عم بيأدوها زملائها بشكل ثنائي بحفل التخرج بمدرستها، وقال إنه كل الأطفال كانوا تيم واحد مع بعض إلا أرياف، فزميلها للأسف كان غايب. والدها ما عجبه موقف أو مشهد انكسار بنته وزعله، فطلع من بين الجمهور، طلع من مقعده وركض وقعد جنبها لحتى تبدأ هي بالرقصة ومشاركته فقرات الاحتفال وكأنه واحد من الأطفال بصفه. الأب للأمانة بيبقى دايماً السند، وبهي الحالة بالتحديد والد أرياف نسي عمره ونسي حاله ونسي أساساً مرتبته العسكرية، ومسك بإيد بنته وحطها على رأسه وخلاها ترقص وما تكون مكسورة. وصل تفاعل كتير كبير من رواد السوشيال ميديا يلي بالفعل أثنوا على هذا التصرف وأكدوا أنه الأب بيبقى دايماً هو الأمان وبيحاول قدر الإمكان أنه ما يخلي أولاده لا مكسورين ولا محتاجين شيء. يعني قديش المشاهد مهضومة، وقديه في ناس عن جد بتقدر النعمة يلي وهبها رب العالمين لإلهم بالوقت يلي نعمة الولد مو كتار بيقدروها. وغالباً منشوف كتير مواقف على أرض الواقع أو على السوشيال ميديا لناس ما بتقدر. آخر أخبار جولتي اليومية وآخر لوجين على جوجل. تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي عم تشمل تقريباً كل مجالات الحياة، والله يجيرنا ما نصير نستغني عن بعضنا كبشر من بعد ما تنتشر هي التقنية. جوجل ببوست خاص قالت إنه حتقدم ميزتين حتساعد المستخدمين بتجربة الملابس يلي بيشتروها عبر الانترنت. التجربة الافتراضية للملابس يلي بتستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لحتى تعرض هدول التياب على مجموعة واسعة من عارضي الأزياء الحقيقيين، بوقت بتساعد هي الميزة المرشحات الجديدة للمستخدمين بالعثور على الشيء يلي عم بيدوروا عليه بالضبط. واعتبرت الشركة إنه الثياب هي واحدة من أكثر فئات التسوق بحثاً، وكتار من المتسوقين بيتفقوا على هذا الموضوع وبيدوروا عليها على عبر الإنترنت على إنه من الصعب، وبيتفقوا على معرفة الشكل يلي أساساً حتبين عليهم
هاي التياب قبل شرائها. هلأ وبفضل أداة التجربة الافتراضية الجديدة بمحرك البحث بيقدروا المستخدمين أنه يعرفوا إذا هي القطعة بتناسبهم أو لا قبل ما يشتروها، وبتبين لهم التجربة الافتراضية للملابس كيف ممكن تبين عليهم ولكن على مجموعة متنوعة من عارضي الأزياء. أما إذا بدنا نحكي عن التكنيك يلي عم بيصير فيه هالشي، فنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والخاص بياخد صورة التياب صورة واحدة بس، وبيعكس وبدقة عالية كيفية تنية وطوية وتمديدة وتشكيل التجاعيد وحتى الظلال، وهالشي كله على مجموعة متنوعة من عارضي الأزياء الحقيقيين وبأوضاع مختلفة، وحتشمل هي الميزة كل السايزات، وما عليهم المستخدمين إلا ينقروا على المنتجات يلي بتحمل شارة التجربة أو تراي أون بمحرك البحث ويحددوا أقرب عارض أزياء بناسبهم بالشكل. يعني ما بنعرف الذكاء الاصطناعي لوين ممكن ياخذنا وقد ايه ممكن يعطينا ميزات ممكن تساعدنا. مع هذا الخبر بنكون وصلنا لنهايه جولتنا اليوميه من لوجين. اكيد لكل الاشخاص يلي حابين يشاركونا الاخبار والفيديوز والقصص الترندز يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا ببساطه، بتقدروا تفوتوا على صفحه لوجين او حتى على صفحه قناه سما الرسميه على كافه مواقع التواصل، وتتركوا لنا كل الكومنتس وحتى الاخبار والفيديوز والقصص يلي حابين نحكي فيها وعنا. انا هي كانت حلقتي وهدول كانوا اخباري، موعدي معكم بيتجدد بكره اذا الله راد بنفس التوقيت على شاشه سما الفضائيه. ومن هلا لوقتها ضلكم بالف خير، باي باي.